برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة احنا حاسين بفخر كبير قوي واحنا ده جنبنا. الكاس ده بطولة غالية جدا، بطولة كاس مصر، ان احنا نقدر ناخدها ونحتفل بيها بعد تحقيق الدوري وبعد تحقيق دوري ابطال افريقيا وبعد غياب كمان. يعني لسه كان احمد بيتكلم معايا انه لا، بطولة غالية وغايبة عننا، وانه دايما كنت بقول على بطولة كاس مصر ان هي يعني مش سهلة ابدا، لانه فيها ساعات الحظ بيلعب دور، لانه فكره خروج المغلوب انت مش زي الدوري قاعد بتنافس فرق كتير لمده طويله وبتحتاج نفس طويل، وبعدين بقى نشوف في الاخر بالبوينتس مين اللي هيكسب وبالنقط ونحسبها. لا، بطوله كاس مصر بطوله بتحتاج، اي بطوله فيها خروج المغلوب بيبقى فيها صعوبه، يعني دايما ممكن يبقى فريق الخصم في يومه قوي وانت مش في يومك، غير بطوله الدوري. فالحقيقه ان احنا نقدر ان احنا نفوز بالبطوله الغاليه دي بعد فتره طويله وبعد تحقيق دوري ابطال افريقيا والدوري، الحقيقه في فرحه كبيره قوي عند كل جماهير النادي الاهلي. وكنت بتكلم انا واحمد على فكره الروح الرياضيه اللي شفناها في مباراه امبارح، بنتكلم على الممر الشرفي اللي عمله لاعبي النادي الاهلي طبعا للاعبي والجهاز الفني لطلائع الجيش وهم رايحين يستلموا الميداليات، يعني حاجه مشرفه جدا، حاجه تبسط جدا. طبعا فريق طلائع الجيش فريق كبير ومحترم وقدم مباراه مهمه قوي يا احمد وصعبها على النادي الاهلي. المشهد كله حلو، يعني بصرف النظر عن مين كسب مين خسر، يعني بعد ما الماتش انتهى تحسي انه هي دي الاجواء اللي احنا نتمنى انها تسود الرياضه في مصر بشكل عام. كان بقى على ماتش نهائي، كان على ماتش عادي، كانوا على 3 بونت، كانوا في ماتش كاس، يعني نتمنى انه ده يبقى القاعده مش الاستثناء.